السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشوف ازاي نسجل الصوت في برنامج كامتازيا. برنامج كامتازيا برنامج قوي جدا في تسجيل الدروس التعليمية، في تسجيل وجه البرنامج، شروحات الفيديو، في تسجيل وجه المحاضر. فممكن كل دوت، ممكن كمان اسجل صوت بس، يعني لو انا مش عايز اي حاجة خالص غير ان انا اسجل ملف صوت، بخش هنا فويس وابدا اختار المكان اللي اشتغل فيه، وممكن افعل الاختيار اللي هو اوتو ليفلنج، يبدا يعدل او يظبط الفويس بالشكل دوت اوتوماتيك، متبقاش ثابته. وممكن تعمل ميوت للتايم لاين اثناء التسجيل. مجرد بس تدوس ستارت فويس ريكوردنج بيبدا يسجل الصوت زي ما انت شايفه تحت. وبعد كده لما تقول له كانسل فتكنسل اللي انت سجلته، او تقول له ستوب ستوب فيبدا يعمل لي ملف الصوت M4A. تقدر تسجله عندك اهوت، يبقى عندك ملف الصوت دوت. تقدر ملف الصوت دوت تعليه مثلا، تقدر تعمل عليه بعض المؤثرات الصوتية زي ما انت شايف، تعدل الصوت، تلغي أي مؤثرات أخرى، وبعد كده تبدأ تسيفه اهوت. هيبدأ يقول لك إن هو هيسجل مثلا M4A، مش هيسجل كفيديو. تبدأ تختار المكان اللي هتسجل فيه ملف الصوت دوت. كمان استخدام آخر، لو أنا عندي فيديو موجود فعلا هنا تمام، ممكن الغي الصوت اللي فيه، لان يعني انا عندي اي ملف فيديو، الفيديو بيكون من صوت و الفيديو بتاعه، فتلغي الصوت وتقول له انا عايز اسجل، وتروح حاطط زي دوبلاج للفيديو اللي موجود، تعمل انت صوت جديد للشغل بتاعك.